اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيث مثل ما زال دائما ذي الدرس حسن الخلق. حسن الخلق سيلا بون كوندويت. حسن الخلق ذو الصفة الهان أريسعو ممذان، وخاصة المسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إن ديش قاعد سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى أفشو غيث مثلا في ذي ديف كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم إفكاد بشي دي ربي الأمين باش ديوي مكارم الأخلاق الصفة الهان باش أسيسك الصفة الهان الأمين باش دي ربي الأمين أكاد غيث مثلا. والرسول صلى الله عليه وسلم إذا قروين الصفة الهان إذنسان إذا قروين المكارم الأخلاق سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى سوست أم كيف دي توصف إنيش وإنك على خلق عظيم. الناس سعيد الأخلاق يوصف فيه سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى سيوث العظمة ذين يمدي فكرن الغيرش ذي العباد ندوني ثمران بسم الدفعات دوني ثيب مثلا وإنك لعلى خلق عظيم. المعنى يقال عقيب اللي سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى نتكس عن الصفة كده مزوره خطر الرسول صلى الله عليه وسلم كده إنه تخلقوا بأخلاق الله إنه تسعوث الأخلاق لسيدي ربي من بعد سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى باش يغدفك الصفة اثنين انساد العليم غدفك ذي العلم انساد الحليم غدفك ذي الحلم انساد ذي الحكيم غدفك ذي الحكمة. ولكن انساد الصفة كامك اغتدي سيور إلا قاتدي فك إن بيسو شبيح صلى الله عليه وسلم اغتدي ويا إلا قضي عبد ذا منكني اغتدي السيور باش تنسي العبد أمشي قدي فك العبد موسى عارض الشيء قدي فك قالك فاقد شيء لا يعطي العبد موسى عارض الحاجة كتدي سكر ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يفكيز ذي القمة للأخلاق أرميد سيقار وإنك لعلى خلق عظيم نشوى إنك لعلى خلق عظيم. المعني نس يند الزيت غف النبي وشبيح صلى الله عليه وسلم باش ذا وندي فك ذي الصفة ثقيلها يقرد قويس سيد رب الخالق سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. باش تسعوا الصفة الهان الزينة في النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإذا نتسكر سنك لا أردكت الصفة الهان. أي مثل ذي كان في دقار الرسول صلى الله عليه وسلم يند أدبني ربي فأحسن تأديبي يند سيد ربي ربيين ونعي ترجع أكيد مثلا ما لا نسو ديو فاري ماس فبس وديو فاري ماس وديو فاري فباس فبس وثي السينارة من باثم وسنو ثي السينارة إجاثي دي ثعبوت جماس إماس أربع سنين دي العمر ثموت زاث والنسي ثموت. إذن أربع يغادي يقول باش ثي ربي وتسيد ربي الخالق سبحانه وتعالى جديس في سبع سنة في ثمان سنين يموت يقول دار أبو طالب. إذن سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يزدي يقول أذن سام إثربان ويقرض سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ند من يطع الرسول فقد أطاع الله ند زيت غف النفين ويند ضعث ند أماكن ضع ميين كنين زاد كان يعني ودينار من أطاع الرسول فقد أطاع الله أطاع مع سيد ذاك يقول الصيغة الماضي ولكن ند من يطع المضارع معناه أثر ضع حشم يفنى العمر من دونه لاستدامة الفعل باش أتسقم تعاني نس ألم يفنى العمر ألم يفنى العمر من دونه. الإنسان ماذا قال يضع النبي صلى الله عليه وسلم السيد ربي الخالق سبحانه وتعالى نقضه الصفة الهانية مثل حشو وينك حمي سيد ربي مثل تتاك وينك حمل يتاك الصفة الهانية الصفة الهانية تصرف جام سي ليدوكاسيون حسن الخلق ليدوكاسيون لعب دون صور بارد شي تزمر تخبض لعب ذاكي لعب ذاكي ذي المشكل لعب ذاكي سي تان بروبليم لعب دون صور بارد اكل يفغي لي ذونا ذوكي اذ لهلك الامه وما نخزر نكون ذي العصر كي نتعايش نكون الازمه غي نتعايش نكون اذا شلت ازمان التربيه سي لو مونك ديدوكاسيون تصرف كان يخص ديال العصر خطر لعب ماذا قال موت صور بارد اكل يفغو يسعف اين يبغو يسعف ويخدم عليه وقال اين يفغون المنصبي يقلا ولي يخدم عليه الوقاب خاطر يتشور بها ولما هذه الانسان هذه اللي الجنون كان هذه خالم كان ينس ولما هذه اللي يوني يدخل مسؤوليه الجنون كان يخال المسؤوليه ينس التربيه ما تخصهم الاديوكاسيون ما تخصهم كيف مثلا سقسنا الرسول صلى الله عليه وسلم الناس شو الاعمال شو العمل اكزمرنا ذي السكشم يعاود اكثر غير جنف الناس تقوى الله وحسن الخلق
ذا كيسكش من غير جنف تقوى الله وحسن الخلق. ما دين التقوى الله وحسن الخلق معناه التقوى. ما دين التقوى الله معناه تقوى سيد ربي. التقوى أتجعل بالحجاب إيجارك إذ وينك حرم سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى مرغوك خرب وينك حرم خرب وين يوهم خرب وين دي حرم مرغ إلا دي حرم أتخذ بالحجاب إيجار سيد ستصدر إذ وين إذ التقوى. كيف مثل ذي كيف دي قرر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الحديث نظم إن اتق المحارم تكون أعبد الناس إن أخذ من حجة في قارك ذوينك حرم سيد ربي إن تسينا من العبادة أكيد مثلا. إذن تقوى الله وحسن الخلق ما تصعد حسن الخلق تصعد دي عباد مشينا ماشي كان دي عباد أفي شعور ذي العباد ذي الحيوان ذي الجماد ذي النبات أكري لدي الخلق مرغوك ويلان دي دونيث أدي شعور إنسان حسن الخلق يسن أدي تعامل يسن المعاملة العايب ستصرف قيلها أكيد مثلا. خذت كان يعني سقسن عائشة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها زوجنا الرسول صلى الله عليه وسلم إن الناس شو الأخلاق يسعى الرسول صلى الله عليه وسلم ثنيش كان خلقه القرآن ثنيش القرآن كان مجيحة إجيحة ونديس أما كده النبي صلى الله عليه وسلم انتسي بذاته ذي القرآن الكريم مجيحة الأخلاق ينش ذي القرآن الكريم. أكيد مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم عند أمكدينا ينادي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ما يلين العبد يتصرف بان يسعى الصفة كون صرف جان تتدنى دار الصفة جان يحمي الله تلصقر بجميع نايد مثل إن العبد يسعى حسن الخلق إن الدتي يلفت سيد ربي حشم اليوث درجة قولنك أن يتصوزوا من عام 12 شهر بس يتظل عام 12 شهر جان إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. أكيد مثل ما دنيني الصفات إلى هند حسن الخلق أدي خذت كلمة مثلا أدي سعى لهذا الحياة تنزوروث الحياة تبقى كذا الأساس الدين لا دين اللي من لا حياة له وسعى الدين ونتستحرم الحياة أذي الدار الصح وسكي الدفلام أذي يرفض يخدم البر بالوالدين سأذي يرفض الوالدين إنس الجارين سأذي حذر من نسغ في الجاريس أدي نين أمس لين الحق خلش هذا شهادة زور كلمة الحق أذي عفوم أذي تواضع وتكبر لما نسغ في الخلق نسيد ربي الأمانة أذي لذف الأمانة أذي الدين أمانة أصل جر الأمانة تقيم كلك الغرغورس وتسخن ويتخنى للمنا أدي تطفسير ويسوف غري فضنا أدي ليد الصابر أدي ستس أين أمعشيسة في ستدي الحلال أدي زرد قشيغي في سلستوى النس دي حياة وتلسترغ في حرام ويتذرى أما يقرب أما يبعد أدي تسليم في العبد ما يسني تموتي السلالة أدي تصمر سويني الهال أدي نهو غفل من كور أدي ولي من العبد يخدم القويني الهال أسيخ من كوراج بشار يكمل القبري دي ودي نهو غفل من كور ما دي قلي يفاد العبد ذكير ذريب أدي سينهو أدي خلمين الهال أني لن لكفوسينس أي ذمذن أدي تصديق أدي سعون الرحمن في الفقراء أكد المساكين أي مثلا أدي تكسي هذا ما تقولين خطر الزرد كل شيء لما رجل سيد الله الرسول صلى الله عليه وسلم يندو ويا أرجاز يندى اللي دخل الجنة في قلا يندى دفورك إدي غين الجفر إدي عقار الغشين يندى يدي دفورك نيكسيت بس اللي سهل في إدي الغشين يندى وين إزدحلان الجنة إذن إماطة الأذى عن الطريق صدقة أتسعود البشاشة تقوذم أتسعود للشورير تقوذم تبقي ابتسامة ابتسامة تقوذمي ماشي أتسعود تفريك تقوذم العذى لا ابتسامة في وجه أخيك صدقة إذا ما تصليه ما كنسي غير وذمي ستصل من فلس لحسب الصدقة ما قلت كان مثلا لن نكون لا يبذ وكواس دو ذا ربا يبدي ستصار وزمرات دي فرشارة تقوذميس دي حرمي ما نيس دي صدقة خذرت كي قصد كان أيه مثلا الدين أروشون غري تولي أتن الصحر غير خير أتعاون العبد ماذا قلنا يضرورا ماذا قلنا إلى كده يغين فلس تجيني الدروس يدرو درد ولكن والقائمة دي السمة تجيب أتصي قلنا وتجي مقارن حسن الخلق. إذن المسلم المؤمن ذوين أليس تعرف أن السيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى أدي زربلين ذن تسانيغة بسرعة الصفة ذي مرة ذن تسانيغة ذن تسانيغة ذن تسانيغة يقرر الرسول صلى الله عليه وسلم تخلقوا بأخلاقنا ها؟ والصفة ذي الهانة ما في السن دخلق لكي دقيقا أسعى قيد بالله أن فيه مش بيحصل الله عليه وسلم أن يمثل دي فكام إذ مطلوبة في الأمة ينش باش أتزين في النبي محمد صلى الله عليه وسلم باش أدوين الأخلاقي الهان باش أدوين الصفة العين أي مثلا وتنستخدم لكنا إيجارة ذي الخلق نسيد ربي نستخدم الصالح نستخدم المعاونة نستخدم حسن الجوار نستخدم أمد الوالدين نغمد الجيران نغمد العباد نستخدم العباد نستخدم الصفات لها باش أغجازي سيد ربي الخلق سبحانه وتعالى.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال شي دينا خذت كان يعني غنمشي شي فكان لا ديفينيسيون انسيم سبحان الله ما دين هذا الاسلام اذا يسال اركان خمسه اشهد لا اله الا الله محمد رسول الله اتزلط اتزكي اتزوم اتحج خمسه الاركان كسا باش ما تخدم فيك ساعه يعتبر باب انسيم ولكن ما قلت لهم واش بيحصل الله يسلم ما كيدينا ينادى المسلم اني ودي نسيم ينادى المسلم من سالم المسلمون من لسانه ويده ينادى نسيم ينادى وين هي سيمن ينسيمن اما القميص هذا ما بكفوسيس ما سلمن ينسيمن الكفوسي القمي اكل الكفوسي اقل يمانيك قيك ذخين الحزن الاسلام اذ اللي رايت مثلا ينادى ديوت الروايه ينادى ينادى ماشي شيء من كان يند المسلم من سلم الناس من لسانه ويده ما دي نظر الناس يعتبر ذين شيم أو ماشي ذين شيم ذا يهودي ذا نصراني ذا مجوسي أو العباد الدنيا خش من ذا ذخي جوا ولقي ما ديني الناس إذا إنشيم الوين هي شيم يعني عباد الدنيا مرة أما الجميس أما الكفوسيس أي مثل خذرت كان مالنا مقي ديننا أم الحال يعني ما يقدر سيدرس سيدر بالنعمة نند الإسلام خمسة أركان قد الشهادة تظليت الزكاة الصوم من العيش ولكن ما نقول في محمد صلى الله عليه وسلم كده نعيدنا إلى المسلم إذا وين جسي من يغشين ذك ميسة ما ذك فوزيس ذشي اللي معناه شو نشتغل ما تكسر تريد لا كونكليزيونز اللي معناه شيء فرض شيء ضرب بفضل الشهادة تظليت الزكاة الصوم من العيش بشد من عن الغشي ذي ضرك بش أسي من يغشي ذك ميسة من الغشي كفوزي كما يتمثل باش انا عقيب اللي ديننا ذي المعاملات الدين المعامله الى قد يسلمن الغاشم لقميك ادشي من دك فوسي سبحان الله اذا الانسان المسلم الوين غير شي من الغاشم اما دقميش اما دك فوسي اذا المسلم ويتسادر المسلم اللي خارج خدم المسلم ويخدم لك ودي كارك بين نديرك لوكي شي ما مثل اي مثل والمؤمن ما ترتقب خطر الحديث جبريل لكن دي قال في الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام الإيمان الإحسان ما در في الضمانك الدرجة في السنة تدك شو مدر درجة للإيمان ما قيت من كده قارن في موش يحصل الله عليه وسلم الإنسان المؤمن هو نية من السيد ربي أذي من الملائكة أذي من الكتاب نيد الشجاع أذي من الأنبياء نيد الشجاع أذي من الأخذ وأذي من القدر نسيد ربي أمد العائلة أمد الإثير قد يمن السوق الشروط إكس عن الإنسان المؤمن يعني باش أدي ليد المؤمن ولكن خزرتهم كي يعني إدي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن إند المؤمن من أمنه الناس على دماءهم وأموالهم سبحان الله خزرتك أدي قر الإنسان المؤمن ذوين من نغشين أفشين سن في العرض سن خرب وين غلين مرة غير وصل كامل الإنسان المؤمن لثمن الغش سبحان الله إذا الإنسان المسلم المؤمن إذ وين كنا إيه أذ نجون الغش أمام الدميس أمام الدفوسيس وثمن الغش اللي لين الإنسان المؤمن الرسول صلى الله عليه وسلم سمنس الصادق والأمين قبل الإسلام سمنس الصادق والأمين الإنسان يوم إجل الممان أقبل الإسلام أسميك هجر الرسول صلى الله عليه وسلم على المدينة المنورة يجمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يجذ القمكنيس يجذ القمكنيس أشي مثل جمو الدار ذي الهجرة إنيسة صرد لما نثيد جل مرة قريش كاملك أتجذ يليون ذا صرد لما نيس يلتسنا ذي لا تنغلو كلاثة ميان الرومان ألف كن وينك نعاثي ديوين دلحين أغذر ميت ولكن سيد جاوين ريرن رمانة الثيري بابيس على خطر شبين أخطر ذو الصادق الأمين المؤمن من أمنه الناس على دماءهم وأموالهم كعيث مثل دوقيني ذي المسلم ماشي دويني تسعى النفن ماشي دويني تسعى القضن ماشي دويني تسروع عن ماشي دويني تسوى ذن ماشي دويني يقتدون الجاريس ماشي دويني يصدقار الوالدينيس ماشي دويني يصدقار يحباب ماشي دويني يصدرون لعب ذا ما يسلت أموذي السلالة حشا الخالد يذكرنا غارين سيم حجر الخالد يذكرنا غار المؤمن خزرت الرسول صلى الله عليه وسلم كده الذي الحديث هي إنه المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف انقيد انقاد ان انيخ على صخرة الاستناق سبحان الله يند الانسان المسلم المؤمن يند امرهم اي غم غسل الظرم الفوليميك ساوي غم ثم غرق ويقم مقر ولكن اقشيشني من خمس سنين في الطفل في الزوار الدس يعجب لو كان في عفسه في سوسن ولكن في الزوار الدس يعجب الرسول صلى الله عليه وسلم اقشيش طب شطوح ذا الخمس سنين ست سنين تفد وفوسيش تقويث ذي القرن ذي الجهة المدينة غير ذي القرن نظر يديش ذي يفغي أرميدان دان يشيد ذي يفغي الرسول صلى الله عليه وسلم إذن إيناد
أمي غم ما في جلدته وإذن ذكي يعجب وما رستنيه ألي ذري ألي ذري ما غف زروس ألي ذري ما غف زروس ألي ذري أكن يعني الإنسان المؤمن إذ مثلا يقال الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف يند الإنسان المؤمن يند ذي عبدك مسفهمض بسرعة فائقة أتهضر ديش جوج دقائق مسفهم مكشيس أتهضر جوج دقائق يكشم الداخل يقويك خمسة دقائق أتهضر ديش هذا السنة عدى 100 سنة جيجا تصندق وما تصندق تصفارق ضارة بورتون دروس كان كي الوقت يتصندق الواجن إذا الإنسان المؤمن يكشم الداخل يقوي قضايا أكما يتمثل يقول الإنسان المؤمن إنه دولش الخير ذي العبد أنت دادي يغير رحم الله رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقترض هذا ذا رحم ربي ارجز يتسمح مايو يتسمح ما يزنز يتسمح ما دقلي لا ذخي جو التمثال دائما تسمح يقول انا غروس اذا الانسان المؤمن الهميش ذا شوف ذا نفع قلفا ذي خير يخدم كما يتمثل الرسول صلى الله عليه وسلم يقال خير الناس انفعهم الخيار ذي عيبة ذنوة اذا ولكن يقلفا لك خير الناس من ينتفع به ناس الوين سيستنفعنا الغاشي الوين إذ الخيار يتمثل إذن الإنسان المسلم ثقوية يزداد يخدم العبادة من سيد ربي ذا الصلاة ذا الزكاة ذا الصوم ذا الحج ولكن ويتسرع حسن الخلق إلى قد ينفع العبادة إلى يسعيشي الدين المعاملة إلى قد يخدم الخير إلى الخلق من سيد ربي والخالق سبحانه وتعالى المسلم يتمثل التصيص إكسعان بأي أبنسي كيك إن الإنسان المسلم ويخدم له إنسان مسلم دفنيان إنسان مسلم كل يوم ذا شو من يقار ولكن الإسلام دين العمل الإسلام يكره سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى وإنك نعم أريد أنك نعم أفوفوس نغضار غفضار بعد ذي صار جوتير قمت اسم المن أرستي داوين يقيم الرسول صلى الله عليه وسلم ذي المسجد يفديون الناس كيف شينا كي تسفق ذي الوقت ما يزيد الوقت ذخي المسجد الناس نكي رسول الله تسفقار الناس قمت كرا ذخي الجماعة الناس اللي ما كيسعقش الناس دوما الناس هما خارج هذا كان مثل وقيم ذن في مشبيح صلى الله عليه وسلم يتفدى كما فوس قيون أخدام يفاتي نجار نفس نيس إنيس ضاية تفدك فوسيس إنيس هذه يد أكلت لقمة عيشها من عرق جبينها هذه يد لا تمسها النار إنيس وقيم ذا فوس إتشان في القمتيس دي في ذينس إنيس وقيم ذا فوس يتسترثنس أكما يتمثل دين العمل الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوذ بالله من العجز والكسل لا ذي السعيد تزمر تسعيد يا عقي ماذا قلت ثقيدة خدمات ثقيدة تحلل خطط السر يمكيها تسرسر وتسرسارا وستارا وسعارة الدرية وعيش سقرك وخدمات ولكن ماذا قلت سعر احتياجات وصار جانب شفتي دي في كيون على خطر ذا فوسي تسكن خير ولا ما فوسي تسكن اليد العليا خير من اليد السفلى كان يتمثل الرسول صلى الله عليه وسلم يقال إن الله يحب أن يعمل أحدكم عملا فيتقنه يحمل سيد ربي ماذا تيونا كما يتمثل خذرت كان الحديث قيم يدينا وشبيح النبي صلى الله عليه وسلم أم كان يعني يشوف بخ العبد أليس عن تزمة إسعى عقلي ولكن يخدم عليه صار جوما أزدر ومع جيسا سنر يقارد العبد الذي يخدم في الناس إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا أن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس إن أدير في ذيون دول أمراريس أمرار لقين خدمك أدير لغا الوذرار أدي سقش ثقشتك صغارا أدي سبع ثم دي تذتيزيز أدي وشوات قدري من أفني دي صرف أفين ريش غف خمس أخير ولم أدق الله يطيب يغشي أكمل دينا في مشبيح صلى الله عليه وسلم السلام والمسلم إذن الإسلام ذي العمل الإسلام ذي الإتقان الإسلام خطر ما دينا العمل ذي إتقان العمل إلى قد يزار العبد بالدين مرتبط ذي الإسلام الإسلام وإلا الدين تفنيا الإسلام الدين قال خبر الواجبين ماشي أشي لذا ذكيون وإمكاني هنا لا تحقوجني غاشي أتسمح حقوجني غاشي غرغور كاردينا من بعد الشينا أتفرح ما تصرف الله الشينا من 70 لمترات أتصرف الصديقة هو أتسقم ذا من تسمح خير ناخد من الله الشينا تسنع تسابن وهو يزمر هذه بد ويسعى للقوار وليس ويسعى الشغل الجنرال ويسوى من كل يوم من بعد الشينا نصر هو الشغل وقيل إتقان العمل إنسان جنتيك الداخل العباد نيغا في الله الجنتيك ما تقدر انت غاوسي وين الجنتيك ماذا قال في خمضاز الشغل سي بان فيسي روح خميس ذوينا يدون اكيد عوس الخير اذا الاسلام ذا العمل الاسلام ذوينا السيستم تاعنا كن يغاشي يقلها غير خلق خير الناس من ينتفع به الناس
العبد ودن السسيرة ودن إذا مثلاً ما كان دنا استغرو ميس مشيد ذي الزمر سيجي ذي يسوي وين يخزف خلق سبحانه وتعالى يخزف النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقرأ أعوذ بالله من العجز والكسل يقرأه يون العالم إفلاس يعفوربي إنك لن تكون كلمتك في رأسك حتى تكون خبزتك في فأسك إن يكون سيارة ووين دخل أخيك ذي دنيا الليبرة لي اكني اتساعد يا ضويك انك حشمه ديك الثلاثه تاخذ مستيك دي في نفسك دي في دينك اتسي بحال انا كان دي تشكي وتاخذ مستيك بعد هذا اللي ضيبك هذا الضوء زمردار خاطر قول رايك وينك تخدم هنا اذا والاداره حر ادي الكلمه الحق ادي الكلمه حشمه ديك لا تاخذ مستيك تسوي تشكي دينك اي مثل انا المقيه يعني مثلا نجبد كلام النقط الأساسية عند أخي قلت لحسن الخلقية ذي نقد الصفة إلى هنيك حميسي ربي ولكن التسئن شوية أدقرن باللي ذي الغرب إلا الأخلاق الحسنة الإدوكاسيون ماشي غير الإسلام خذت كلمة مثلا يعني نقطة حساسة ذي ولكن نكنين باش نصفي ثمسة النقطة دائما دي حسن الخلق أدنيني باللي إلا الفرق يقال وين إلا مقارن الأخلاق الإسلامية الأخلاق النظرية الأخلاق الإسلامية واحد ستة الأخلاق النظرية واحد ستة ما دني إن الأخلاق الإسلامية الأخلاق إسم إغديب وين دين النغض صفة جيل هان يفيدنا هذا كان شيء جيل إغديب وين الأخلاق الإسلامية غير مثل المصدر نشد الوحي المصدر صور سيد ربي في كيس الدين في محمد صلى الله عليه وسلم ويوم رغد بلي غنقلب غير في محمد صلى الله عليه وسلم باش تدنا الإسلام الأخلاق الإسلامية غير مثل أدي تحس من العلم صل مراقبة سيد ربي ها بعد الصفة تجي محسوب معناه الصفة تجي من الأخلاق يدرو دركة يترق إلا وين تدي ترقى بنزدقي ماذا قلنا متحس ضرني يمنك بلي إلا وكيد يعسن وتخدم ذا الشغل يك نتيا قي حي أتخان ضل منانيا الحالة نيجي في ذاك نيا المنصب نيجي في ذاك ال الميتين نيجي في ذاك نتخان ولكن ماذا قلنا تحس الشعور زدقي بلي إلا كلا كيد يعسن محسوب فلك إلا قد خبر فما كك نتيا قي حي والأخلاق الإسلامية المصدرين صد سيد ربي وسيد ربي الخالق وسبحانه وتعالى نتسمي دي ترقى بن العبد وذنسان إذا كان الصفة ذاكي على خطر إن تكزران ذا شو يقول لان دي قاعة يزران ذا أول عبد نغري عمر نكن القاعة يجي ذن تكزران المصلحة نا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توشوش به نفسه ونحن أقرب إليه من الحبل من حبل الوريد إذن الإنسان المسلم ويترقى بلاي عبد يترقى بسيد ربي يقرد الرسول صلى الله عليه وسلم أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إند عبد سيد ربي أما كني شويه ماذا قلت شويه ضرع قري شويه تقول الاخلاق الاسلاميه فرض نهضر في الاخلاق كي ويجد ان لكن اخلاق الغرب فرض نهضر في الاسلام هذا شدوا الوصف ما ترقى سيدي ربي اللي سيدي ربي بلي شويه كي في جميع الاعمال اللي كتحصل تحصل باللي قدك كونترولي ما كان في لا كاميرا سيرفيونس ما حتشوف لك تخمد نخدم ما كان يديق حي مالا مقي مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد يتقصد كان كي تمشي تطوح يدير الدرن غفيقة يذدو ذكا ينفريد المدينة المنورة من بعد ذكير عمر بن الخطاب اللي يدوير في أهل المدينة باش هذا يزار ماذا قلنا في خير الله ماذا قلنا وشو بسعقضا ماذا قلنا وشو بلندي الإخصاص ماذا قلنا ولاش كرا يقويني لان ذي طيق ولكن يقول درمي ديونو كان الطرف يكونو خمكا يستعفى انسادو من دوكيس يستعفى ذا شو ميكسيا ماذا خيب خامنيا ميكسيا ماذا خيب خامنيا ألا تهدر يثمتو ذاكو ذي ليس إنسان ثمتو ذاكي ناكو ذي ليس نثيانيك تساكن أي فكي ذينا ذي المدينة تساكن تساوين شدو حبو غارو مسد تساكت تزنزويت أي فكي أي مثل ثمتقد يما سنين على فكشيش تنين ثنيس خضرة شدو حبو ماني ويفكي نين ثنيس باشا ذي زاد شوية تكنا أدن حلا شدو حبو أدن حلا شوية زيادة مارث نزنز ثنيس ليس ثنيس إمام ثنيس أمير المؤمنين عمر يناد يناد وخط الفعل ما من يفكر خذلت كريه مثلا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين يكشف من داخل الديتاي باش اللي هذه الإنسية من الصحينس يناد وخط الفعل ما من يفكر ثنيس إمام ثنيس يوغي أمير المؤمنين عمر يناد وخط الفعل ما من يفكر ثنيس ده شو سنة إمام سنة يقصيش تنين ثنيس أمير المؤمنين يتصل يسخر خورج يضع ثنيس ذلك مدي ويثور عمر نسيش محسس فيرني وثم قد تقشيش ثنيس إمام ثنيس ماذا قلنا أمير المؤمنين عمر أغدي ضررا ولكن رب عمر الأغدي ما قاي ثنيس ضرب عمر أنا قاي
عمر بن الخطاب رضي الله عنه جميديسيا يطرق تونس دي مطول روح دار ورويس روح دار ورويس اروخان يمقيمن إنيس يثمتوثيس الزوج جيمس أمو كرثوم إنيس صرح ذي داويد يخبر وخامينا وقزغن دخينا بعد ثويس إنيس يثمتوثيك وذي ليس نزوي تيفكان كذا وكذا إنيس يون ورويس عاصم ابن عمر إنيس أمير إنيس ماذا قلت رد دوايو إنيس إليس ثمتوثيك يعطيك إنيس يود درنا كان إنيس أنه قد سيد أربعة سجارة أريد داويد الزوجة ماذا قلت قبيل إليس قبيل غبابا إليس أكنت خبق قبيل وفي على أني قوية السيد خزار كان يعني عمر بن الخطاب ما زداد السيد أربعة إفسي وهذي مينس يقول السيد وين اللي ساقيم متى دي يقول إميس عاصم دش تساعد يتقشش قناص ليلى والليلى يقول يوريت سيوان قناص عبد العزيز ده الوقت نعم مروان بن عبد الملك مروان اسمه الخلافة الأموية وميس تي ديوري ميس عبد العزيز انا ويد سام خزر كان يثمثنا تجرى العيد على وشي ذا شو تسمريس ذا شو ذو قيد عمر بن عبد العزيز تقيد ساعتك عمر بن عبد العزيز يغرد الخليفة للمسلمين يون واش بسال ربي ثقي كان كدعى القناة الفمسان تاقيان ذين يخدم جديس يخدم ميس يتسرون أم لهوان يسرسق روي الساجد من القاعة ويتسرون فرح الزوجين فاطمة بنت عبد الملك ثنيس عمر دشي مي شي مي كيف يا أخي كيف طولة كيف تسر ذكر إنيس ذي الحالة يجيني قال من هذا كان إنيس لوين يتعجبن دياز لوين يتعجبن صديم لوين إجلان دي الله يضرب لنا سيف طيب إذا مكان قبي يصير ربي مريدي سقسيف لسنا ويجي إنيس مخد صر ضرب خزرت كيف مثلا ذيني اللي نخدم عمر بن عبد العزيز اللي يخدم ذا بس سيد ربي سبحانه وتعالى نتصل قبل إعداد عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول ذكر كان يوم كان يفد يون أمكسر إن تقرر ورس إنيس لو كان ذي فكذا يوني يخف ذي قضايا ثقيلة إنيس هم كارك فكذا يخف إنيس نكيني بدات مملوك إنيس من كم في قضايا ثي وسائغ ذابيو إنيس هم كارك إزمر غضا رياضيس ابن عمر رضي الله عنه ذا شو نسينا إنيس صوضا ضغر ورس السنة ذي تشاسو وشن يخفا ذي تشاسو وشن ذي تفكر إنيس ما عليش هذا عميض هذا عميض وقين ذابي وقين ذاب تقضايا ثقين هذا ثاميض إنيس ولكن إنيس إذا رباني ذايل سبحان الله يغيد عبد الله بن عمر الوخام يقول غيد المين روح أروينك نين غيثي مليك ناك نين يغد ثقض عايث نين أخذ يعرض نين يخلصي إني سقيك حر إثن لذر حوي ثقض عايثك ثروه خزر ذيث مثل أين الله مقف الأخلاق الإسلامية ذا شو يخدمت على خطر الإنسان ذارق غير سرقال سبي ربي سبحانه وتعالى ما في نذو وحديك وكز ما نكد زر ذا شي تخدمه يولو يزمير 7 مليار لعيبة ذا يدوني في زمانات زرن ما تخزر أصدقى ذا خزوري ثاني وتجيها يولو يزمير كي كنترولي ولكن سيد ربك كي كنترولي أكن يفغي لي العب ذي سعى الأخلاق مولي ترى الأخلاق الإسلامية هذه ضر على خطر السوق على المعنى المسلم يضرب اللي سيدار بيت شوية فيد ويزمير له غش وحدس أما وحدس أما زيت الغشية دائما يترقى سيدار بالخالق سبحانه وتعالى كان يتمثل ولكن ما توضب الأخلاق سيدين دي ثمورتنا الغرب ماشي كيف من الأخلاق الإسلامية الأخلاق دي ثمورتنا الغرب ذا شو يترقى بن سرقة بالنظام يرى نسلي سرقة بال ذيني اللي ندخل إلى كونسيونس نسلي اسم خير مريد المهم نثنين ذيني مقارن حقوق الإنسان ذيني مقارن للدرواد لهم المهم الحورية ينس إنسان والتعديرنا في الحورية في الحورية الغيرنا ينسيون رومي يعني ماشي ذي نسيب ماشي ذا رومي سبحان الله خزاد سعى الأخلاق ماشي الأخلاق وسعي لنا ولكن ماشي عن الأخلاق الإسلامية إنيس نكون فقال المعنى ما يزدغيون إنيس ننه درسنا فيه نسلمين إنيس نكون فقال المعنى ما ذي نشيب نغذو ذي يزدغنا الطرفين المهم ودي تصوضاره تصوضاره خزارت كان حقيقة سرقة للدروة الغير ندت فوق الحورية اللي فات في ذو الحورية الغير دونك تقدر الحورية الغير كان مثلا تسجل سرقة إذن الضامير نسن إتوي ويقهر إذن القانون دي القانون دانا قطر القانون يلحوم يحمي ولكن الإنسان المسلم سيد ربي ماذا قلت سرقة يغلب القانون خذ من ديون يونس قاس ذي القرن قاعدان ذي ثمورة أمريكا ذي الولايات المتحدة في الخمارة قبل لنا إلا قاد سوخرنا الغاشي ولكن أطار نجحنا ذي ثمسال تاية كران الوسائل سخذ من مرة نطب باش أسنا حرم أسنا كسن الخمار وزمير لنا ومزالي ثلاثة إلا الخمار ذي ثمورتنا غاسك حرصنت ليون الوقت كنا أطارنا أسمي زرنا وزمير لنا سرح نسن ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أسمي دنزل أيا تحريم الخمر يقول دغى المدينة المنورة يروحنا غير غرسنا نسي رسول الله فرو يغسيد أثم سردنا الخمر أثناء لا يضره وفخيخ إن زرد آية تحريم يدرس نسيد وين يتفني كاس لكفوسيس يغريث
وين فين شقيت نيلا اين كنيلا انا كندخل ديما ونسرد شبيه على هذا الكارنتي هذا الكارنتي خضر غير هذا وقيت سرق قابل سيدي ربي سبحانه وتعالى وين سرق قابل سيدي ربي سوء غلط ترى وين سرق قابل سيدي ربي حشر اين العيان يخدم كما يتمثل ما سرق قابل قال سيدي ربي دائما يتوليد وتسوى ذلك صوب الحشر حشر خير حشين الهان اين الهان الخضر خضر كان يمشي من اشمعني لنا سرى القبلة نسنا البيت المقدس زرك بيت الفلسطيني سرى مقبل تدير المسجد الحرام ولكن زعم الرسول صلى الله عليه وسلم ويفغر هذه عند اليهود النصارى يتسرى البيت المقدس من بعد إنزيد لسورة البقرة سيقول السفهاء سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها من بعد يريس نسيد الناس فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي مثلا سمعنا إذنزل الأياجين إنس كسدي قرين ولا رتسند المكة المكرمة أصدر يعني الإنسان يسرق من سيد ربي ما المكة المكرمة ماشي درجة البيت المقدس ولكن رتسند البيت أسخل من 140 دقارة باش الدرمود مولون غير مكة المكرمة إيقادي إلا الفرامة تظليثة كما ينتظر لي تنسل على نسيد المسجد الحرام ولكن قضون ده يون المسجد يون المسجد المدينة من وراء قناس مسجد دون قبلتين المسجد دقيقة يميد يكشي مغار غورس وينك اني غدش قال في محمد صلى الله عليه وسلم باللي أجدن القبلة نسيد در وفانتني ضركات أركان مرة ماكو في ذلك ولكن الصحابة ينمو يزميران يطفي الناس الناس يقولون دي قرر الرسول صلى الله عليه وسلم دي دقيقة يجي لك القبلة تنزلت بلا ما تسوغي غربك المكرمة ويث مثلا قيبني وقرانيس قذايا كلكن دي الركوع قيبني وقرانيس الرنسي دار مسجد الحرام إيمير كان أقبل در في الوادي وقرانيس الرنسي كلكني إذن النفس تظلي تنسل الظل على المسجد الأقصى والنفس تظلي تنسل الرنسي دار مسجد الحرام أني والقانون يجزمان الذي يستخدم فمسال تاجي أني والقانون يجزمان يعني نسي الذي يستكشمر دخل يقوي العبد الخوف نسيدي ربنا ما جيه هذا الزر الإنسان يتسرق في سيدي ربه ويجمره لو كان تنغض واحد ويجمره الذي يغلط غاشو ما واحد يزرى باللي ملك لا تقمض وحدك في خدمة وين يوغي سيدي ربي أتزرى باللي تطيحات سيقدر سيدي ربي أكثر ماذا لا تخدمت قال الغاشي على خطر قال الغاشي قدر طن ولكن سيدي ربي ما واحد شو تحسب لها يا عبادي إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم في الخلل في إيمانكم ولكن إن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم إني كالعبادي ماذا قلت الزرم بلي شوية أكنين شوية غنى الإيمان نوني يخص إنيش ولكن ماذا قلت الزرم بلي شوية أكنين تحقر مخزوري إنيش ونسي غنى فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم أكما يتمثل إذن الأخلاق الإسلامية أخلاق الإسلامية ذنشتقين إسير ديكار سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى وإذا نادي وين الخير إلى عباد دوني إنسان المسلم المؤمن ذن المسلم ذوينك سهين ذويني تسميحن ذويني يسعان الصفة ذكين سيدي ربي سبحانه وتعالى وذوين لكن يسرق بالأخلاق سبحانه وتعالى أنشتقي مرة غيث مثلا ما دنا دار الصفة ذي لها الإنسان المسلم أستيقى زي ميح أي خطر إذا أنشتقي يسري بلغ الرسالة سيدة ربي الخالق سبحانه وتعالى ماذا قلت سكنت الصفة العالية لعبد الله فر الإسلام دي مقلة عن العملي معناه أدي مقلة العمل ني روينك نتخدم بك فتزرط خطر ما يلي تبعد بريد الدين وتسكن الدين عملي كينوني هارا قدك تشوف هذا بريد سيدة ربي يق أن دائما دي حسن الخلق أتسرق قبل سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم يقيم يتمثل ذي المدينة المنورة روح ديونه يهودي أروس إنسان يفكيز دي ذريمن أردلاس دي ذريمن الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل اليهود يتعامل النصارى يتعامل كل الجنس يتعامل إذن وليش كلام نتطر في كسان لأن الله يجب أن يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم وني بغاد روح الجنة روح الجنة وني بغاد روح الجهنم روح الجهنم ولكن صدور هذا يقال سيدر تحت راية الإسلام تسخن ذبا كان خدمني ينسيم يروح دو يهودي نغار ورس ينسي رسول الله ينسي قيدر ذري من يوم إنك نجد فكاكا ينس دي خذي مالك يران بريعا فيا ما كان باش أسينا إذني دردي واسن فيا نغي واسن فيا يقول دي وقتنا يرنا ثقسي دين ننفي محمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء الدروس يغد سكت الناس وشاك دفك غار الناس أثنو يشي إننا نغري فاسني وباش أثي دفك الناس يقد سرجوت شوية الناس خاتو قفي غار الناس والله ما وخرط السياقة حشا ما قوثني عشان ما قوات نروك الناس هي نبدا قاع قيمه على طرفي ليش قيمهات في كاس دم كان ليش قيم غور يقيم الرص الطهور الزول الطهور يقيم الرص الزول العصر يقيم الرص الزول المغرب يقيم الرص الزول العشاء يقيم الرص القران يقيم الرص الرسول صلى الله عليه وسلم
والزعيف هذا طبيعا سكي كان ثقيل، ولكن الصحابه الكرام ان الناس يا رسول الله ذو ذي استوهين الناس اشو كان فارس يعقي تيعقي قالوا كتفك مسدك تزرب ان ظن يفقسني الناس رسول الله ينسى شي ما كتسعني في مكان سوهي ان الناس يا رسول الله ذو ذي يحبسيك تفيكم نوتاجي كي طفي الناس ويدفع عثارة سيدي شجع على سيدي ربي باش يقال ماذا يهودي ماذا نصراني غير ساعيش تحت راية الإسلام باش هذا تنظيمة الناس ورد المغنية وذي ورد المغنية نصران ورد المغنية أكل يبغي للدين سوف ظل المغرب أكل يزول الصباح الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة ثفاث يزيد المصغر الرأس الناس أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله الناس شيء الناس نكيس على شيء الناس نفس الشيء مرة مثلا الغرك فكيت خدميس أكني نربي ذي حق الناس والله الذي لا إله إلا هو ماذا أتشبه بغير ذلك أتشبه هذا خلاك رجوين نديره الناس ولكن صفاتين هو في التورات زرت التورات واحدة واحدة إن الناس والله هذا تحقق زر ماذا قليل ماذا قل الصفات قليلة الناس وفعلا وفعتيد غرغر كله غزر ذي مثلا أستجيب أدن سكاني يوي ذاك إلى الفر الإسلام بشر السن الإسلام صلاح الدين الأيوبي ميث مثلا دين يعني مسنون ثغر مفلسة كيما تسادر نتيد العلماء ونتسادر نتيد صلاح الدين الأيوبي دي حرر للقدس ذي المعركة يكخذ من سان ذي النصارى يتفدي محباس غربوس يتفدي فوق القرى يتفدي محباس غربوس وثروا حد يوث تمطوث ألد كاث بشر تويل ولكن وجنات الجن الجنوديز لأنه سوزمر ذات ويا القائد صلاح الدين الزرد بتر شيء مطيت سرو أكنيس دي سيادة الخيمة ناس يفقد الناس أنا وقت سرو لكان الناس سنتوثينا الناس الجزيس ذاك يعني الذي يحس الناس اللي كذا مكان الشفاء في الناس بشهد يشوفه الناس سكش من السيدة ذاك بعد ما سكش من الغرب ولا الناس ده شيء بغير الناس اعتذرت في الجزيس الناس عندي الحبس فهمتي ضغط الحبس الناس أمي خفن شو بيثقول الناس اللي قايد الشوفر قصدي الشوفر قزيز باش الدوك الانساتي ينسى داوين المسنين صلاح الدين الايوبي يروح يذعى الناس الجنود ينسى روح الشوفر تزدر قزيز والشوفر انت يمد يقول الغرس الناس قايد سرحاك في سبيل الله فوذ مر ربي ما فيك سمحه يخد ساقي ذكر الناس دوك يخشين الزوجة لك في نادي مدميتون داتي دنادي يومر كرام الجنود ينسى الجنود صلاح الدين يومر كرام الجنود ينسى ينسى تسدوك اكد مركزي يعني قسم طفل كذا نادي مدميتون وفعلا دانييدس نوذن ميدسن غوينتيد غاري مس غاري مسني صفرانس يمطاول سميسني وغند الجنودين على الوليفه الكازير ناس هو داير لا صلاح الدين الايوبي فلاسي افوربي فلاسي راضي ربي ولكن بعد كران شويه كان رمي دروح تنطوثني انا كود وركزني انا كود ميسني الناس نبغي نزر صلاح الدين إني الناس ده شوف غادي تزر ديالنا القائد إنيس أنفاس إنيس كشمت سيد أكن ثق ضار غرس يرتدى فوسيس ورجز نعم الشهادة أي ناس أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتشهد في طفنا الشهادتين وشهد مسنيس أمشطوح الشهادتين خزر ذي مثلا أنديس صوت حسن الخلق خزر أنديس صوت الصفات لها ما نقل لكم ثمورا جنوب شرق آسيا الماليزي الاندونيزي مرة أكل ثمور جنوب شرق آسيا ذين سيمن ذين توالب الاندونيزي فرقونا 200 مليون نساء ذين سيمن مرة انت ذوك يساعد السكان أكثر ولكن لا عمر للغزوة داخل لا عمر يوث السيف داخل لا عمر يوث كركر القرز داخل التجار إن سيمن يقروحين غير ثمورتين التجار ولكن اسمي زران الصفة ثانية من العالم نجي حمي سيد ربي ذي سن خش من دغال الإسلام أفواج أرمي يغي ثمورتين مرثو غير ذي سيمن أكاين قيا قد نخدم أيث مثلا تسيقين الصفة يحب سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى تسيقين الصفة اللي تسوي دائما الإنسان حسن الخلق يسرق به سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى سن طيب سن طيبة دوز ايتوديون يروحين الولايات المتحده خزر كان يعني حسن الخلق اي لونيفرسيتي دينا درس تعرف ولكن ما ديوهم دوك الناس د امريكاني هادو غير درس انجليزي مليون واش بصنا 400 دي سيريز د درس تعرف راه مدي يقول كان جد اللغه وغير هضرنا درس انجليزي فغينا شنو كنت حريج غير هضرت اللغه الاولى
ولكن خزرت لي مثلا قال لك اللي قرا ما يتلف دا شو ماشي انا وركز ماشي انا قدرك القدر نغير الناس ولي الناس ماشي تفلا كيف نخدم هكا الدين غير ديو مار نغفير ان في محمد صلى الله عليه وسلم غير ديو مار نغفير يناد بلي ما داك لا تهضر ملي شيني يدون الا قتهضر ما الا وستيا ثاني الا قتهضر ما كان هادي يفهم باش تهضر نسيوت اللغه ويفهم انا ويجوز انا كما يتم الناس نهضر يعني خاطر الدين غير ديو مره بلي نهضر اكلا لا تفهموا اكلا تزرب دا شو فين نهضر وركزنا يروح يشهد لا اله الا الله محمد رسول الله مثلا يتبعث غير المسجد يشهد لا اله الا الله محمد رسول الله تسجن اذ الصفات اللي يشعر الانسان المؤمن تقدر بدي تسمع قال لا غير المظاهر ما تقدر تشوف دا شو اللبسان دا شو الحاله كي قلت لك باش يعني ذا بريدي تسوي من اهل الجنه العمل اهل العمل اهل الجنه اهل العمل اخدم خدمك دينا ربي سعو حسن الخلق انفع لغيرين خدم الخير وبيت كيقرب لي ودوك القريب راه وداك الصندي ود السندره حرم اين نديرو ديت فغاره غورك المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده اي خطر ادي سيوني وقت حاشا ادي الروند ديال العبد لي كونت ادي غاي السنين غير تيتراجع ولكن ماشي تشيشي سيتي دي فدون ماشي لا قندوري سيتي دي فدون ولكن ديال العمل الصالح ني اللي خدمه كنا الا قنسرس الاوين ني دينا السيد ربي عزيز ني غادي دقيقا واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون عس السنين يكون يتراجع ولكن خطر وزر ضر هذا الساعه وزر هذا الزكا وزر ضر بالك الشويه وزر ضر بالك الدقيقه يونو زرار الا قنس نسوي مره نسلسل ديال وثنا اندرا ان اذا نخدم واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله باش نتسرق بسيد ربي نخدم الصلاح نخدم الاخر فينا زين راه غادي ينفع اما دي الدنيا ثم دي الاخر رجع يا ربي من المؤمنين حق الايمان رجع يا ربي من الذين يجتمعون حول فيتبعون احسنه اولئك هداهم الله واولئك هم اولو الالباب اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك واصلي واسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.